صالون طالب الافاق الجديده يعود في طبعه جديده بدات في قسنطينه يوم 12 ماي، واليوم رانا في الجزائر العاصمه ليومين يوم 14 و15 ماي في المدرسه العليا للفندقه. درنا حاضرين باكثر من 50 عارض من جامعات ومدارس عليا، مدارس خاصه، بعض الجامعات الاجنبيه، بالاضافه الى مختلف المكاتب الخاصه بالمقاولاتيه والتشغيل. على هامش المعرض راح تكون معنا ورشات، برنامج ورشات تهريب المعلومات ينظموه النوادي الطلابيه، وعندنا كذلك برنامج محاضرات هام جدا كذلك، راح تكون في المحاضرات ونقاشات هامه تعنى بالتعليم العالي، التكوين المهني ومجال التكوين والتعليم بصفه عامه. كون خطوة اليوم عرف مشاركة عديد الطلبة الذين توجهوا بأسئلة مباشرة حول ماهية المؤسسة، الميادين التي تعمل عليها، آفاقها، رؤيتها، وهي جميعها أسئلة تمت الإجابة عليها من طرف الأعضاء الذين شاركونا اليوم في هذا الحفل، أو حتى من طرف الهيكل الإداري الممثل في مجلس المستشارين وأيضا مجلس الإدارة. اليوم نحن مدعوون من طرف صالون خطوة. الدعوة كانت موجهة لنادي تكوين الكفاءات CFC الخاص بالمدرسة العليا الوطنية للمانجمنت. هدف النادي الخاص بنا هو تكوين الطلبة في مختلف المجالات الخاصة بالمانجمنت. سررنا كثيرا بهذه الدعوة، نتمنى أن يكون تقديمنا اليوم في المستوى والخاص بورشة عمل في مجال المانجمنت. تمت دعوتنا اليوم من طرف منظمي خطوة من أجل المشاركة في ورشة عمل في مجال المانجمنت، ونحن بصفتنا نادي ينشط في هذا المجال نثمن ونشكر كل هذه المجهودات المبذولة، وذلك من أجل تنمية معارف الطالب الجزائري.